حالة طوارئ ويعتبر حالة طارئة. اوكي سلام سلام يعتبر حالة طارئة. طيب ايش هي الاسيدوسيس؟ ما كتب النظري
طريقه سريعه. اوكي ما نطول طريقه طويله، طريقه طويله تطول 6 ساعات 4 ساعات، احنا مستعجلين على طارئه. المفروض احنا لازم هذا يجيك بالطوال دائما يجيك مش حاله زين دايبيتك كيتو سيدو اسيست. الانسولين شلون نطيها؟ هذا فلويد، فلويد تقسيمات الفلويد. الانسولين شلون نطيها؟ اول شيء راسا 0.1 يونت بير كيلوغرام اول ما يجيك. عرفت دايبيتك كيتو سيدو اسيست تطيها اي بي انسولين شورت اكتنج انسولين، اوكي؟ رابيد اكتنج انسولين. بعدين نطي نفس الشيء 0.1 يونت بير كيلوغرام بالفلويد خلال ساعه الانسولين. نتشيك الانسولين، اذا الانسولين ما نزل خلال ساعتين اربع ساعات نضعف نسبه الانسولين. زي نسبه الانسولين. اوكي؟ هنا شو نسوي؟ من نطي الانسولين شو يصير؟ مشكلته ويا منه؟ ويا البوتاسيوم. نتشيك البوتاسيوم وياه. شفنا اذا البوتاسيوم اقل من 3.5 او 3 ملي مول بير لتر نعطي 40 ل 80 ملي مول بوتاسيوم. اذا شفناه اقل. اذا شفناه نسبه البوتاسيوم اقل من 5 او 5.2 نعطينا 10 ملي مول بير لتر. ليش نعطينا 10 ملي مول؟ هو البوتاسيوم نورمال يعتبر، بس احنا ما دام نعطي انسولين بوتاسيوم يقل، فنعطينا اقل نسبه زين. واذا شفناه اعلى اكثر من 5 5.2 او اكثر من 5 لا ما نعطي بوتاسيوم. الشيك هو يعني سوري اوكي هاي البوتاسيوم هذا هو زين. البوتاسيوم اذا صار قليله سوينا مشكله، اذا صار زياده هم سوينا مشكله. اوكي لازم هذا نخلي بالنا زين. اذا البوتاسيوم اللي اخذته ويا منه؟ ويا الانسولين. اوكي لازم تشيكه ويا الانسولين. اوكي وعندنا مشكله ثانيه، اذا هو فاقد الوعي شو يسوي لازم؟ فاقد الوعي لازم يسوي له نازل جاستر تيوب. اوكي ايضا يزوع ما يسوي له اسبريشنز، لازم يسوي له كاتيتر على مود اليورين. لو فقد الوعي ما يقول على نفسه لازم يسوي له كاتيتر حتى ما يصير مشكله. فكل ساعه ناخذ تشيكن البقيه السكر والبقيه. واذا اكو انفكشن عادي انفكشن، اهم شيء ما دام اكو بوتاسيوم لازم شو يسوي؟ تشيك اي سي جي، تشيك القلب. شوف شلون القلب ويا البوتاسيوم، تعرفوا انتم هل البوتاسيوم عنده مشكله ولا القلب، هل البوتاسيوم عنده مشكله ويا القلب. اوكي اخر شيء شو وقت يتحول الى انسولين سبكتين هوسي؟ شو وقت يتحول؟ ورا ما قام يحكي يسولف ياكل، لكن وقت نحول على البوتاسيوم على قد الانسولين سبقتين بس يرجع طبيعي. ورا ما خلصنا كله نرجع نقطة أساسية educations. اللي هو مشكلة صارت سبب عدم معرفة بالمرض. كنا مشكلة بعد الحين نعطي علاج والمريض ما يعرف شو صار. هو راح البيت ما يعرف شو صار. شو ياخذ؟ غالبا يجي طفل يعني انه هو تشي تايب 1 تايب 1 اوكي؟ لازم اهلي يتعلمون. خلي اهلي يعلمون زين. education مهمه الان. شلون يستخدم الانسولين؟ اذا صار مشكله بالانسولين شلون؟ شلون حالات شو يسوي؟ اذا واحد صار عنده هايبوغلاسيميا شو يسوي؟ لازم نعلم اهل المريض او المريض نفسه زين؟ والشغله الثانيه لازم نعلمه سبير انفكشن شو يسوي؟ سبير انفكشن شو يسوي؟ انت فايت غير انت فايت ويا الانسولين شو يسوي؟ زين الانسولين دائما انتم ماخذينه لا سبير انفكشن سبير انفكشن. اذا واحد صار عنده سبير انفكشن يروح يشيك السكر مالته، السكر مالته يزيد ويزيد مناعه نرجي مناعه يصير اللي يصير عنده سبير انفكشن او السكر ما يصير عنده سكر هذا مشكله ثانيه. فعلى مود هذا احنا زيد الانسولين على مود ما يصير اي زياده جماعه السكري طبيعي انت راح يصير عنده سبير انفكشن هذا السكر ماكو مشكله هذا يحتوي مناعه مقاومه. بس اذا واحد عنده سكر بس على السكر لا مشكله فلازم نزيد الانسولين. اوكي اوكي هذا وبنت شلون يجيب كل سؤال؟ اعطيكم كيس تاخذوا الكيس تشخيص نورمالي اقول لكم شلون تستخدمون الانسولين، شلون تستخدمون البوتاسيوم، شلون تستخدمون الفلويد مو كله واحد من زين اقول لكم اياه وتكتب لي كله ويكتب كله مع ناخذ حسب السؤال واحد هذا غير شيء بس احنا نريد نتكلم. اوكي يلا عين هسه انتم هي الحين